الكتاب، فدعوة إلى الرسول ودعوة إلى الكتب، دعوة إلى المعلم والخبير ودعوة إلى المنهج، دعوة إلى المرجعية العلمية في الأستاذ ودعوة إلى المرجعية العلمية في المنهج والمحتوى الذي ينبغي أن نضبط به أنفسنا. هذا التكرار ليس تكرار لغو، ولكنه تكرار إعجاز للقرآن، ضمانا بأن يكون لديك المنهج الكامل، القدوة في شخصية الأستاذ والمعلم، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والارتباط بالمنهج الرباني وهو كتاب الله تبارك وتعالى الذي حوى الله فيه كل ما أنزله في من الكتب السابقة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها المسلمون، ومن مقاصد هذه السورة العظيمة، أول مقصد من مقاصدها بدأت به السورة الدعوة إلى أمر من أمور ركن من أركان الاعتقاد، ركن من أركان عقيدة المسلم. عقيدة المسلم ست أمور: إيمانك بالله وحقوقه، إيمانك بالرسل والكتب وحقوقهم، إيمانك بالسمعيات الأجل والرزق والملائكة والجن وسؤال القبر ونعيم القبر وعذابه، إيمانك بمقدمات وعلامات الساعة الصغرى والكبرى وإحنا شايفين وحاضرينها وعايشينها، وإيمانك أيضا خامسا باليوم الآخر ومحطاته والحساب فيه والمجازات بمقدار ما قدمت من أعمال. والأمر السادس في أمور العقيدة وهو الإيمان بالقضاء والقدر ومشيئة الله العليا التي يدبر الله بها الكون ويدير بها الوجود، وأزم الله لنا بإرادة أن نختار بين أن نؤمن أو أن نكفر أو أن نطيع أو أن نعصى، وبمقدار اختيارنا يكون الجزاء من عند الله عز وجل، إكراما لمن آمن وعمل صالحا، عقابا لمن تمرد على منهج الله، وما ربك بظلام للعبيد. جاءت السورة بهذا المقصد الأول، في أول كلمة فيها اقترب للناس حسابهم، فعل ماضي خلاص، مش لسه ها يقترب، ده خلاص حصل، أصبحنا في علامات الساعة، وأصبح موعد يوم القيامة وشيك الحدوث بين لحظة وأخرى. حتى العلماء لسه بتوكلت ناس لسه قايلين امبارح إن الأرض هتبتدي تتأثر، الحركة بتاعتها هتأثر الأيام والليالي، بالتالي تقارب الأيام وتقارب الزمان، هوب في لحظة تلاقي طبشة جهنمة من يعرفش، زلزلة الأرض زلزالها، قام الناس ليوم القيامة، هيقوم المسطول ما لها إن جرى ولا فيه، فيفاجأ إن هو لبس الليلة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك لابد علينا أن نفكر وأن نذكر أبناءنا وأهلنا الغافلين الذين غفلوا عن منهج الله عز وجل، أن أول أمر لابد أن ننتبه إليه هنا بدأت به السورة في مقاصدها الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر واقتراب موعد الحساب، ويترتب على ذلك أن أستعد، أن تستعد أيها المسلم بمحاسبة نفسك يوميا ومجاهدة نفسك بالأعمال الصالحة، وأن تكثف من الأعمال الباقيات الصالحات، وتستثمر الأوقات في مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذا هو المقصد الأول الذي جاءت به السورة في قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتراب الحساب يدعونا إلى أن نفكر في الموعد الذي سيوضع فيه الميزان، ويقرأ كل منا كتاب أعماله، ويقرر الله كل واحد فينا على تصرفاته ومظالمه ومفاسده. ولا بد أن نفكر في أول ما يقضي الله فيه بين الناس، فإن إذا نفذ الإنسان منه هينفذ باللي بعده، ما نفذش منه يخده، ثم ما بعد هذا الأول فيما يقضي به الله بين الناس، أول ما يقضي به من الأعمال، فإن نفذ الإنسان منه ينفذ الباقي، يخده لو ما نفذش. يبقى لابد أن يدرك الإنسان هذه الأهميات المهمة جدا الأساسية في النفاذ إلى رضوان الله في الآخرة. لذلك قال الله عز وجل في قرآن الكريم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك لابد علينا أن نفكر في العرض والحساب وتلقي الكتاب وموازين الأعمال التي هي أساس الحساب يوم القيامة. ولابد أن نجتهد في برنامج عمل النهاردة، تحاسب نفسك على اللي فات وتفكر للي جاي، وتجتهد باستثمار الجوارح والأعضاء في الأعمال الصالحات، وتحط لك خطة علم وتعلم وعمل واتباع لمنهج الله حتى يرضى الله عنك. وإلا هتبقى في غفلة زي اللي ربنا هيذكرهم دلوقتي في السورة. ولذلك أول شيء يخضى به يوم القيامة تفكره وتخلي بالك منه وتتحرز من الوقوع فيه وتتخلص من ذنبه دلوقتي قبل ما تموت وقبل ما تقابل ربنا، الدماء. قدم العدوان على الدماء والعدوان على الأجساد، قتل، جرح، حرض على قتل، هذه من أكبر الكبائر. ولذلك أول ما يقضى يوم القيامة ربنا قبل ما يدور على حقه هو سبحانه وتعالى يدور على حق المظلومين. أولا حق الدماء رقم واحد، وقد ورد في الحديث أول ما يقضى فيه بين العباد الدماء. فإذا برئت ذمة الإنسان من دم إنسان بريء نجاه الله عز وجل. وقع في دم إنسان بريء يا ويلي، لا تقول لي بقى صلاة ولا صيام ولا زكاة، كل أعماله كلها العوض على الله ضاعت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل امرئ مسلم بغير حق ولو بنصف كلمة ولو بشطر كلمة، نص كلمة الأق والتاني كمل وقتل، مجرد نص كلمة مجرد إشارة، أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة جيء به مكتوب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله. اوعى تدور على رحمة ربنا يا ضلال يا مجرم يلي سفكت دماء الخلق. رد حقوقهم، ارعى اولادهم، ادفع الدية وعوض عياله اللي انت موتته او عورته او اصبته او عجزته. رد هذه الحقوق اولا، والا ستدفعها ثمنا غاليا يوم القيامة. فهذا اول ما يقضى به في الحساب يوم القيامة، فلا بد ان تفكر فيه من الان وتمتنع عن المشاركة في كل ما يكون فيه عدوان على دم او عرض. ثم يأتي بعد ذلك حقوق الأموال، من أكل مالا حراما تحبس روحه عن الجنة وليس له في الجنة مكان لو صلى وصام حتى يرد الحق إلى أصحابه إن كان مالا قد أكله أو حراما قد اغتصبه، حتى يرد الحقوق إلى أصحابها. حتى الشهيد اللي الشهيد اللي بيدينه يكرمونا منه مش عارف إيه ويقتل علشان الأرض والعرض والمال والنفس والدين والدنيا، حتى لو مات شهيدا، حتى لو مات شهيدا تحبس روحه عن دخول الجنة حتى يوفى ما عليه من دين من حقوق العباد، لأن الله لا يدخل واحدا من الجنة حتى يستوفي حقوق العباد. شفت قد ايه المسألة مش سهلة ولا بسيطة ولا مش مهم ولا عديها يا عم يا عم ما تفوتش علينا، لا ده مسؤوليات وحساب دقيق عند الله يوم القيامة سنسأل عنه يوم القيامة. ثم يأتي بعد ذلك السؤال أيضا ثالثا عن الصلاة، فيسأل ملف أول ملف من الأعمال صلاة العبد، فإن صلحت صلاته صلح باقي العمل، وإن فسدت صلاته فسد سائر العمل. ثم يسأل جملة عن عقيدته وإيمانه بلا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وشهادة أن محمد رسول الله وخاتم النبيين دون أن يفرق بين أحد من رسله. يسأل عن ذلك، فإن كان من أهلها كان من أهل المغفرة ورضوان الله عليه ودخول الجنة. ويشهد على الإنسان يوم القيامة في الحساب اللي ربنا ذكرنا بأول كلمة في السورة: اقترب للناس حسابهم. اجهز، خلي بالك، اوعى تنام على روحك، فضيحة كبرى، لازم تكون مجهز نفسك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يذكر العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشهد على العاصي بمعصيته 11 شاهدا. 11 شاهد يوم القيامة يشهدوا على الإنسان. إيه هم؟ ومن